مباراة أولمبي الشلف مع شبيبة القبائل هي مباراة نهاية الموسم جرت أمام مدرجات شغيرة والتي احترمت بشكل كامل، وهي مباراة لم ترقى إلى مستوى كبير يليق بسمعة الفريقين، خصوصا في الشوط الأول الذي لم يرقى إلى المستوى المطلوب ولم نسجل سوى بعض المحاولات المحتشمة خصوصا من جانب الفريق المحلي بواسطة بوسعيد وحمدو، غير أنها لم تأتي بأي نتيجة، ونهاية المرحلة الأولى بتعادل الأبيض بين الفريقين. الشوط الثاني كان أحسن خصوصا بالنسبة لشبيبة القبائل التي تمكنت من فتح باب التسجيل في الدقيقة الرابعة من هذا الشوط بواسطة ماروسي بعد انطلاقة وعمل جماعي من وسط الميدان. الكرة تنتهي عند ماروسي ويسجل الهدف الأول وبالأحرى الوحيد في هذه المباراة، وهذه طريقة تسجيل بالعرض البطيء. رد فعل الشلفاوة كان بصفة كبيرة عن طريق الثنائي بخاري والبديل بول بياغا، اللذان هددا مرمى الحارس بالرفان في عدة مناسبات ولكن من دون نتيجة. اللقاء عرف منح الكثير من البطاقات الصفراء وطرد اللاعب سليمي من جانب الشلف. آخر محاولات كانت للشبيبة عن طريق عكوش الذي يضيع وجها لوجه، ونهاية المباراة بهدف وحيد للشبيبة على حساب أولمبي شلف.